ده هنتكلم دلوقتي في المحاضرة التانية بخصوص السيمبل والكومبلكس ست اوف ستريس، ونتكلم دلوقتي على دايرة مور. دايرة مور عبارة عن طريقة جرافيكالي، طريقة بالرسم بيقدر يحول الجينوم ست اوف ستريس اللي موجود على ايلمنت، يعني ايلمنت عليه سيجما اكس وسيجما واي اكس واي، الى البرنسبال كيس اللي هي ان انا احوله الى الوضع انه يبقى عليه على الاوجه بتاعته نورمال ستريسز فقط لا غير، اللي هي سيجما 1 وسيجما 2. بشرط دايما نبقى عارفين ان السيجما 1 وسيجما 2 اللي هي البرنسبال ستريس دي تاثيرها التدميري يكافئ كاملا التاثير التدميري للجنرال ستريس اللي موجوده على الايلمنت عندي اللي هي سيجما اكس والسيجما واي وتو اكس واي. الايلمنت اللي قدامنا مثلا الاحمر ده دلوقتي عليه في الاتجاه اكس في عليه سيجما اكس، وعليه في الاتجاه واي عليه سيجما واي بالاضافه للشير. نلاحظ حاجه، نلاحظ ان هو عباره عن ليه وجهين، في وجهين عليه اللي هو الوجه A والوجه A واحد، الوجهين دول مقابلين لبعض، كل وجه من دول الثاني يعتبر رد الفعل بتاعه، يعني الوجه A رد الفعل بتاعه A واحد، لازم A واحد يبقى عليه نفس الإجهادات اللي موجودة على A بس مع اختلاف A في الاتجاه، الاتجاه يبقى مختلف، يعني السيجما هي الاثنين تنشن بس واحدة بتتحرك ناحية اليمين واحدة ناحية الشمال، الشير نفس الكلام واحدة طالعة فوق يبقى واحدة نازل A لتحت. بالاضافه لكده هنلاحظ حاجه ان دي كمان الوجه بي وبي واحد، الوجهين دول برضو واحد فعل والتاني رد فعل. نلاحظ حاجه ان اي المنت دلوقتي يبقى عندي هو اي المنت بمثله في البلين اكس واي مثلا بمربع، المربع ده دي وجهين كل وجهين متعامدين زي الوجه A والوجه B، دول هما الوجهين المؤثرين، والوجهين A واحد وB واحد دي ردود الافعال. هتلاقي اللي على A الاجهادات اللي على A تقابلها اجهادات على A واحد كردود افعال ليها، واللي على B اجهادات مقابله ليها على B واحد برضو ايه مقابله ليها، تساويها في المقدار وتضدها في الاتجاه. دي لازم كل مستوى، كل مستوى من المستويين دول يبقى انا دلوقتي لما اجي اتعامل مع مستوى A وبي او A وبي واحد او B وA واحد او B واحد وA واحد، المهم هتعامل مع واحد من الA وواحد من B فقط، لكن الاثنين التانيين دول ردود افعال ماليش ايه دعوه بيهم. طيب هلاحظ حاجه ان كل مستوى كل وجه من هذه الاوجه الوجه A والوجه B انا همثله عشان استخدمه في دايره مور. دايره مور بتترسم بين محورين، محور افقي بيمثل الاجهادات العموديه سيجما، ومحور راسي بيمثل اجهادات القصيه تاو. مع الاخذ في الاعتبار، مع الاخذ في الاعتبار ان كل مستوى من الاوجه بتاعه الالمنت ده اللي هو الوجه A او الوجه B بيمثل بنقطه في هذا المنحنى اللي هو الاكس واي ده، وبالتالي فانا عايز احط لكل مستوى من المستويين دول سواء مستوى A او مستوى B احداثيات انا هرسمه على لوحه الافق بتاعها اكس والراس بتاعها تاو. يبقى اذا الافق اللي هو السيجما واسف والراس اللي هو التاو، يبقى انا عايز لكل مستوى من المستويين دول سواء مستوى A او مستوى B هيكون ليه احداثيات. الاحداثيات الاولانيه هيكون في الاحداثيات مكان الاكس يبقى فيه سيجما مع اي نقطه الاحداثيات بتاعتها اكس وواي، يبقى مكان الاكس هيبقى فيه السيجما ومكان الواي هيبقى فيه ايه التاو زي ما هنشوف دلوقتي. نتفق دلوقتي ان بالنسبه للاجهادات العموديه السيجما اللي هي السيجما يعني لو كانت تنشن هتبقى بوزيتيف، لو كانت كومبريشن هتبقى نيجاتيف، دي خلاص. طيب وبالنسبه للشير، الشير لو كان في اتجاه عقرب الساعه بيبقى سالب، في الاتجاه الانتي كلوكوايز ده بيبقى موجب. كويس، يبقى لازم نتفق على كده ان الشير ليه اتجاه سالب واتجاه موجب اللي هو في كلوكوايز والانتي كلوكوايز، الكلوكوايز بيبقى نيجاتيف والانتي كلوكوايز بيبقى موجب، والاجهادات العموديه اللي هي السيجمات اذا كانت تنشن بتبقى موجبه، اذا كانت سالبه اذا كانت كومبريشن بتبقى سالبه. لو نبص مثلا دلوقتي للمستوى اللي عندي المستوى ايه الاخضر ده اللي هو المستوى ايه اللي على اليمين هو الرد الفعل بتاعه ايه واحد، خلاص هنتكلم دلوقتي على المستوى ايه، المستوى ده همثله بنقطتين السيجما الاكس بتاعته اللي هي ايه اللي هي سيجما اكس، والواي بتاعته اللي هي ايه اللي هي التاو اكس واي، لان احنا قلنا هنمثله على على لوحه اكس واي، الاكس بتاعتنا سيجما والواي بتاعتنا تاو اهو. يبقى إيه النقطه دي نقطه ايه اللي هي سيجما اكس وتاو اكس واي، دي بتمثل المستوى ايه. طيب بالنسبه للمستوى بي بيتمثل بايه، بيمثل بي نقطتين برضو بنقطة اللي هي النقطة بي اللي هي احداثيين الاحداثيات السين الاكس بتاعها اللي هو سيجما واي، وده موجب برضه لانه تنشن، والاحداثي الاحداثي
بتاع اللي هو مكان الواي بقى هحطه ايه؟ هحطه تاو بالناقص، لان تاو هنا هو ايه؟ كلوك وايز. يبقى اذا عندي نقطتين، نقطة ايه سيجما اكس وتاو اكس واي، والنقطة بي سيجما واي وتاو وناقص تاو اكس واي. دول النقطتين اللي انا هحطهم على المنحنى عشان ابتدي ارسم بيهم ايه؟ دايرة مور. يبقى اول خطوة في دايرة مور بعد ما حددت النقطتين اللي هي كل نقطة منهم بتعمل بتمثل لي مستوى من المستويات اللي هو ايه بيتكون منها الاليمنت بتاعي. اول حاجه ان انا هعمل ايه؟ هعمل محورين، محور اكس ومحور واي. لاحظ المحور اكس، المحور اكس اللي هو سيجما يمين موجب وشمال سالب، والمحور بتاع تاو اللي هو الراسي تاو لفوق موجب وتاو لتحت ايه سالب. بعد كده نبتدي نوقع النقطه ايه. عشان اوقع النقطه ايه خدت المسافه اكس اللي هي المحور السين بتاعها وتاو اكس واي اللي فوق موجب، فدت النقطه ايه زي اللي هي واضحه كده ايه قدامنا. اللي قلناه بالنسبة للنقطة ايه؟ هنكرره بالنسبة للنقطة بي. النقطة بي احتزتها ايه؟ سيجما واي موجب وتاو اكس واي بالسالب. احنا مثلا هنا معتبرين مثلا هنا دلوقتي ان السيجما واي اقل من السيجما اكس، وبالتالي فهتيجي وضع النقطة بي زي ما واضح كده ايه قدامنا. اصبح عندي دلوقتي نقطتين، انا دلوقتي عايز ارسم دايرة تمر بالنقطتين دي، هي دايرة مور. فانا وصلت يعني الخطوه التاليه ان انا هبتدي اوصل ايه النقطه A بالنقطه B. فلما اوصل نقطه A بالنقطه B هوصلها بخط، خط هيتقاطع مع محور السيجما السيجمات في نقطه، دي هعتبرها هي دي مركز الايه الدائره زي ما هو واقف زي ما هو ظاهر كده ايه قدامي في الشكل قدامي. الزاويه الاثنين سيتا دي اللي هي الزاويه مالناش دعوه بيها دلوقتي، اللي هم ايه دي من مركز الدائره اللي هركز فيها واروح راسم ايه دايره مور. نلاحظ من الشكل قدامنا ان دايره مور دي بتتقاطع مع المحور بتاع السجمات في نقطتين، نقطه على اليمين خالص ونقطه على الشمال خالص. النقطتين دول هما في الواقع هنسميهم النقطه واحد والنقطه اتنين زي ما هو واضح كده قدامنا. النقطه واحد والنقطه اتنين دي هتلاقي النقطه واحد تبعد عن المحور بتاع التاو تاو بقيمه هي قيمتها هي قيمه السجمه واحد، والنقطه اتنين بتبعد عن المحور بتاع التاو بقيمه السجمة قيمه سيجما 2. يعني ايه قيمه بتاع التقاطع هي سيجما 1 وسيجما 2؟ يعني الهندسه بتاعت الشكل معلوميه بمعلوميه المثلث بحساب المثلثات، ان انا عندي الطول بتاع السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي اسمه موجب والتاو اكس واي سالب، فاصبح في مثلثين في هنا زاويه سيتا، وكل الهندسه بتاعت الشكل دي لو انا حاولت اجيب المسافه من المحور بتاع التاو تاو لغايه تقاطع الدايره مع محور السيجما عند النقطة واحد، هتلاقي ان قيمة عند النقطة واحد لغاية التاو تاو هي دي قيمتها قيمة السيجما واحد. يعني قيمة السيجما واحد يعني هتلاقي تساوي سيجما واحد زائد سيجما اتنين على اتنين زائد الجذر التربيع لسيجما واحد ناقص سيجما اتنين على اتنين لكل تربيع زائد تاو تربيع. طيب ولو جيت احسب انا المسافة من النقطة اتنين لغاية محور التاو برضه هلاقيها تساوي ما قيمه سيجما 2 اللي هي سيجما 2 اللي هي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد ناقص الجذر التربيع سيجما واي ناقص سيجما اكس على 2 لكل تربيع زائد تاو تربيع. اذا النقطتين تقاطع دايره مور مع محور السيجما بيديني نقطتين، هما بيدوني قيمه السيجما 1 وقيمه السيجما 2. يعني ايه كم هكرره تاني؟ لان انا ايه حصل خطا وانا بتكلم، انا قلت بدلت مكان ما قلت سيجما اكس قلت سيجما 1 وسيجما 2. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي من هندسه الشكل اللي قدامي ده معلوميه السيجما اكس والتاو اكس واي والسيجما واي هقدر اعمل وتشابه المثلثين اللي موجودين عندي، المثلث اللي هو او سي اي واو بي 2 مش اتنين او بي والمثلث القائم الثاني دون، هلاقي ان المثلثين دول من هندسه الشكل دي هيجيب هيدي اما احسب قيمه المسافه من محور التاو تاو لغايه النقطه واحد هلاقيها ان هي بتديني ايه؟ هتلاقي قيمتها سيجما اكس سيجما واي على 2 زائد الجذر التربيعي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 لكل تربيع زائد تاو تربيع. وقيمه السيجما 2 نفس الكلام اكس سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 ناقص الجذر التربيعي. كويس؟ اللي هي نفسها بتساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد تاو ماكسيمم او سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 ناقص تاو ماكسيمم. دي ايه؟ دي القيم بتاعت السيجما 1 وايه؟ والسيجما 2.
يعني اذا داينة مور بالشكل اللي احنا بالطريقه اللي احنا رسمناها دي كده، مع لو رسمناها بسكيل بسكيل، فانا ممكن من على الشكل اخد القيم. يعني هرسم سكيل اهو مثلا الافقي، كل واحد سنتي يساوي كذا 10 نيوتن على المتر سكوير، وفي الرأسي مثلا نفس الكلام او غيره حسب ما اختار سكيل، واروح راسم الدائره بتاعتي، واروح واخد القيم. القيم اللي هتطلع لي هتديني قيمه سيجما 1 وسيجما 2 اللي يعادلوا في التأثير، على تأثيرهم على الايمنت يعادل تأثير السيجما اكس والسيجما واي ومعاهم التاو ايه اكس واي. تعال نشوف دلوقتي ايه بالنسبه للتاو ماكسيموم. التاو ماكسيموم ليه الماكسيموم الماكسيموم شير ستريس. ماكسيموم شير ستريس لاحظ ده فين؟ اللي هي النقطة اللي هي عندها الحرف دي يعني اللي هي النقطة العليا خالص، المماس الأفقي لدائرة نور من فوق، دي أكبر قيمة. يعني هو الوتر آسف نص القطر العمودي من أو لدي، ده التو ماكسيموم. نلاحظ بقى حاجة، نلاحظ حاجة إن الأو دي الزاوية بينها وبين السيجما واحد اللي هي النقطة واحد، لأن النقطة واحد اللي هي الأفقي اللي هو المحور بتاع السيجما. الزاويه بين التاو ماكسيموم و السيجما واحد، الزاويه دي اللي هي ايه؟ زاويه قائمه 90 درجه اللي هي تساوي 2 سيتا. مع كان السيتا بكام؟ 45. يبقى في الطبيعه، لان هنا كل سيتا في كل سيتا في الطبيعه بتظهر لنا باثنين، يعني الزاويه ال 10 تظهر لنا ب 20، الزاويه ال 45 تظهر لنا ب 90. عشان كده هلاقي ان الزاويه هنا هو بين التاو ماكسيموم و بين التاو ماكسيموم والسيجما واحد او السيجما اثنين، لان السيجما واحد والسيجما اثنين الاثنين على نفس الايه؟ الخط. الزاويه بينهم كام؟ بين اي من السيجمات واحد او اثنين مع التاو ماكسيموم هي الزاويه كام؟ على الرسم من تو من دايره مور 2 سيتا ب 90 درجه، اللي هي تبقى في الواقع تبقى كام؟ 45 درجه. ونلاحظ حاجه ودي تثبت لي حاجه، احنا نلاحظ ان احنا في الطبيعه في الاليمنت اللي احنا واخدينه في الاول كان عندنا المستوى ايه؟ كان المستوى الراسي، والمستوى بي كان المستوى الايه؟ الافقي. الزاويه بينهم كام؟ لما بقول انا ايه برنسبل ستريسز، لما بقول برنسبل ستريس بقول سيجما 1 وسيجما 2 بيأثروا على ايمنت معين. الزاويه بين الوجه اللي بيأثر ده عليه وده عليه كام؟ في الواقع اللي هم الزاويه بتاعت الايمنت المربع اللي احنا بنرسمه دوت، ما 90 درجه. دي تظهر لي على الحقيقه كام؟ تظهر لي على دايره نور كام؟ 90. تظهر لي 180 درجه. عشان كده تلاقي ان السيجما 1 والسيجما 2 قطر في الدايره. معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام يعني لو احنا بصينا له بنوع من التدقيق نطلع بشويه ملحوظات. اول حاجه ان دايره مور بتمثل لي الوضع البرنسبل، مش الوضع البرنسبل لما بيكون الشيب بيساوي صفر. وفين الشيب بيساوي صفر؟ اللي هو القطر الافقي، اللي هو القطر الافقي المنطبق على المحور بتاع سيجما. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، اي وضع لو القطر ده ابتدى يتحرك ويتحرك، فحوصل دايما لاوضاع هي اوضاع ايه؟ ما هياش برنسبل، اوضاع الجنرال. زي الوضع اللي انا استخدمته عشان ارسم الدايره، ما هو ده وضع اللي هو كان مايل الزاويه، كانت الخط المنقط كان مايل بزاويه 2 سيتا. ما هو ده معناها ايه؟ معناها ان اي قطر في دايره مور دي ده بيديني اوضاع للالمنت للستيت اوف ستريس اللي عندي كلها اوضاع جنرال. يعني اوضاع جنرال يعني فيها سيجما وتاو، الا وضع واحد يبقى فيه سيجمات بس والتاو بصفر، اللي هو الخط القطر الافقي المنطبق على محور السيجما، اللي هو الخط الافقي اللي في منتصف الدايره. هنشوف دلوقتي اوضاع مختلفه في دايره نور. اول وضع لما بيكون السيجمات المؤثره على الايمنت بتاعي الاثنين موجبين، يعني سيجما اكس سيجما واي موجب. والوضع الثاني لما بيكون واحد منهم موجب، يعني سيجما اكس مثلا سالبه والسيجما واي موجبه. ده الوضع الثاني. الوضع الثالث هيكون ايه؟ هيكون لما يكون السيجما اكس سالبه والسيجما واي ايه؟ سالبه ايضا. لكن في كل الاحوال التاو اكس واي واحده منهم موجبه واحده منهم ايه؟ سالبه. ادي الحاله الاولى لما كان السيجما اكس والسيجما واي موجبين. فهنبص كده، احنا بناخد النقطه الاولانيه بتبقى سيجما اكس وتاو، والنقطه الثانيه سيجما واي وتاو، الاثنين على يمين لان السيجما اكس والسيجما واي موجبين، فالدائره بتاعتي تطلع ايه؟ متقاطعه مع
مع الخط الافقي، وفي مسافه صغيره بينها وبين التاو اكس واي دي هتديني قيمه السيجما 2، والسيجما 1 اللي هو ايه الوضع العالي اللي احنا عرفناه، اللي هو السيجما 1 اللي هي من النقطه اللي على الشمال خالص اللي على اليمين خالص لغايه محور ايه التاو زي ما هو واضح ايه في الشكل، وقيمه السيجما 1 والسيجما 2 موجبين. الوضع الثاني لما يكون سيجما اكس موجبه، سيجما واي موجبه وسيجما اكس سالبه، هيديني الوضع اللي احنا ايه شايفينه كده، لان انا هاخد من المحور بتاع التاو تاو هاخد سيجما اكس ناحيه الشمال وسيجما واي ناحيه اليمين، وهوصل واجمع هيديني ايه قيمه السيجما 1 والسيجما 2 بالوضع اللي احنا ايه شايفينه كده ايه قدامنا. نفس الحاله نفس الكلام بقى بالنسبه للحاله الثالثه، لما هيكون السيجما اكس والسيجما واي الاثنين سوالب، هتلاحظ ان الدايره كلها هتاخد ايه هتاخد الوضع عكس الوضع الايه بتاع الحاله الاولى. الحاله الاولى هتلاقي كل الدايره جت ايه في على شمال المحور التاو، يعني معنى كده بتقعد في المربع الثاني والثالث اللي هو اللي فيها الايه السالب بتاع السيجما مع موجب وسالب الايه للتاو. هنتكلم دلوقتي على الوضع بتاع السي دايمنشنال ستيت اوف ستريس اللي هو التراي اكسل. المقصود بالتراي اكسل ان انا عندي الاليمنت بتاعي بالثلاث وجوه، الاوجه بتاعته اللي هي الاوجه اللي هي مثلا اللي هي زي اللي في الرسم قدامنا اللي هي العموديه على اكس وعلى واي وعلى زد، اللي هو الاوجه 1 و2 و3 باللون الاصفر واللبني والرمادي. هذا الاليمنت لما بيكون عليه على اوجه بتاعته جميعها اجهادات، بمعنى ان الوجه واحد مثلا هتبص تلاقي عليه اجهادات كامله. ايه اجهادات كامله؟ اللي هو شير في الاتجاهين تاو اكس زد وتاو اكس واي. خد بالك تاو اكس زد وتاو اكس واي معناها ان تاو في المستوى العمودي على اكس في المستوى الاصفر. وبعدين لما بقول تاو اكس، تاو بقى اكس واي واكس زد، الزد والواي دول بقى دول هما في اتجاهات المحاور زد وواي، بالاضافه طبعا لليوني اكسل ستريس او النورمال ستريس سيجما اكس. ده الوجه واحد. طب الوجه اثنين، الوجه اثنين هنبص نلاقي عليه نفس الكلام، هنبص عليه سيجما واي ده عمودي على المستوى 2 اوجه المكعب، والتاو واي اكس وتاو واي زد. خد بالك برضو من هنا ان التاو قلنا تاو واي وتاو واي، تاو واي زد وتاو واي اكس. طالما قلت تاو واي زد تاو واي اكس، الواي دي معناها ان هي بتاثر ممسيه للمستوى العمودي على الاتجاه واي، وبعد كده السفكس الثاني هو مثلا تا واي زد، الزد معناها في اتجاه زد، تا واي اكس ايه في اتجاه الوضع اكس. برضو نلاحظ هنا حاجه ان التاو اكس واي والتاو واي اكس متساويين، وعشان كده احنا قبل كده قلنا ايه، قلنا تاو اكس واي وتاو واي اكس الاثنين كانوا مع بعض، وده واضح انهم بين المستوى واحد والمستوى اثنين في التاو اكس التاو واي اكس والتاو اكس واي، والاثنين دول مقابلين لبعض، وتقابلهم لبعض دون بيكون ليه معنى. ايه هو المعنى؟ ان هما لازم يكونوا متساويين علشان الاليمنت بتاعنا يبقى في حاله ايه اتزان. الوضع المستوى الثالث هيبقى عليه برضو تاو زد واي وتاو واي تاو زد واي وتاو زد اكس، بالاضافه للسيجما زد. سيجما زد عمودي على المستوى 3، المستوى 3 اللي هو المستوى زد او المستوى العمودي على زد يعني، وعشان كده فيه التاو زد واي والتاو زد اكس. ونلاحظ ان تاو زد اكس المقابل ليها تاو اكس زد، وتاو زد واي المقابل ليها ويساويها تاو واي زد. دي الستيت الحاله بتاعت الحاله العامه بتاعت اللي احنا بنسميها سي دايمنشنال ستيت اوف ستريس. دلوقتي لو احنا فصلنا الاوجه بتاعت المكعب دي عن المكعب نفسه، بمعنى ان هنطلع الوجه نمره واحد لوحده والوجه نمره اثنين والوجه نمره ثلاثه. نشوف الوجه نمره واحد، هنبص نلاقي الوجه نمره واحد اللي هو الاصفر دون، هتلاقي على الاحرف بتاعته من اليمين والشمال اللي هي السيجما زد اللي هي في الاتجاه زد، اللي هي بتاثر عمودي على المستوى العمودي على الوضع زد. نلاحظ حاجه، نلاحظ ان الخط حدود المربع دول، الخط اللي على اليمين وعلى الشمال دول بيحددوا لي المستوى العمودي على زد، والخط اللي فوق والخط اللي تحت دول الاثر او الاسقاط بتاع المستويين العموديين على الاتجاه واي. وبالتالي هنبص نلاقي الاليمنت اللي هو الاصفر ده نمره واحد او الوجه نمره واحد، هنلاقي عليه عمودي في الاتجاه زد سيجما زد، طبعا زد اكشن ورياكشن يعني باتجاهين، ومن فوق
سيجما واي برضو في ايه في الاتجاهين. بالاضافه لكده التاو واي زد والتاو زد واي اللي هم كلهم متساويين. الواجه نمرة 2 بنفس الطريقة اللي هو الواجه اللي هو اللبني دون، الواجه نمرة 2 هنلاقيه ده برضو الحرفين الجانبين اللي عالمينه على الشمال في المربع اللي احنا رسمينه ده دلوقتي، الواجهين دول بيمثلوا برضو المستوى زد او المستوى العمودي على زد، والواجهين اللي فوق وتحت المستوى العمودي على الاتجاه اكس، اللي هو يعني الخطين اللي فوق واللي تحت في الواجه 2 دول هو دول المستوى الاصفر. كويس، فهنلاقي عليه في عليه في الاتجاه زد سيجما زد وفي اتجاه اكس سيجما اكس بالاضافه لايه للتاو الموجوده. نفس الكلام يقال على المستوى الثالث، ويبقى هو دون ده البرزنتيشن او التمثيل للاجهادات المتولده على الاوجه الثلاثه في حاله التحميل ثلاثي الابعاد اللي هو في التراي اكسيال ستيت اوف ستريس. اذا الجنرال ستيت اوف ستريس الموجوده على اللوحه قدامنا على الوجه الشمال دي لو انا عاوز احولها الى الوضع البرنسبل، فدي هتاخد الوضع اللي هو باين دلوقتي بالمكعب لما ابتدى ينحرف بعض الشيء او يلف بزاويه معينه اللي احنا سميناها قبل كده زاويه سيتا. وبشرط ان هو هيتولد على الاوجه بتاعته الثلاث انواع من الاجهادات العموديه اللي هي سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3، وهذه الاوجه العموديه دي ما عليهاش اي نوع من انواع الشير ستريس. لو نبص الوجه الاولاني اللي هو الوجه ايه مثلا، هنبص نلاقي انه عليه السيجما 1 والسيجما 3 على الوجهين المتعامدين بتوعه. طب ده بالنسبه للوجه ايه؟ طب الوجه بي، هنبص نلاقي ان الوجه بي عليه سيجما 1 وسيجما 2 سواء ايه، ولكن برضو نراجع نقول تاني ان الوجه ايه او الوجه بي او الوجه سي اللي ظهر ده كلهم ما عليهمش شير ستريس، كل اللي عليهم اجهادات عموديه في الاتجاه في الاتجاهات المتعامده اللي هي واضحه ايه قدامنا. وبالتالي احنا ممكن نقسم انواع الاحمال طبقا بقى للبرنسبل ستريس الى ثلاث انواع من الاحمال، يوني اكسل ستريس وباي اكسل ستريس وتراي اكسل ستريس. اليوني اكسل ستريس هو الوضع اللي عندنا اللي هو ان الالم بتاعي بيبقى عليه اجهاد سيجما 1 فقط لا غير، وسيجما 2 بتساوي صفر، حتى اذا كان في سيجما 3 برضه تبقى ايه بتساوي صفر. احنا بس ايه نلاحظ ان احنا حتى في النواحي العمليه ما بنشتغلش غير على الباي اكسل ستيت اوف ستريس، ما بنشتغلش على التراي اكسل ستيت اوف ستريس خالص يعني، لكن بنشتغل على يبقى عندنا يوني اكسل والباي اكسل ستيت اوف ستريس. يبقى اذا اليوني اكسل بيبقى عليه سيجما 1 فقط لا غير وسيجما 2 بصفر. نلاحظ ان المكعب اللي احنا رسمينه ده عليه سيجما 1 ممكن نرسم المكعب نرسم المربع اللي بالمواجهه فقط لا غير ونحط عليه سيجما 1 وسيجما 2 عمودين عليه، وده يبقى تمثيل لحاله اليوني اكسيال ستيت اوف ستريس. اما حاله الباي اكسيال ستيت اوف ستريس زي الواضحه كده قدامنا ديا، ففي هذه الحاله يبقى الاليمنت عليه اجهادات في اتجاهين اللي هو كلها اجهادات عموديه سيجما 1 وسيجما 2 في اتجاهات عموديه زي اللي واضح قدامنا، وده برده ممكن نمثله بمربع الطرفين عليه طرفين منه عليهم السيجما 1 اللي هم الطرفين من فوق ومن تحت، والطرفين اللي في الجنب عليهم السيجما 2 والسيجما 3. اما التراي اكسل ستيت اوف ستريس فبتتمثل بالحاله اللي هي ظاهره قدامي اللي هو تحميل في ثلاث اتجاهات، دي عشان امثل الاوجه بتاعتها فانا همثلها بثلاث وجوه، وجه اول وجه ثاني وجه ثالث، وجه عليه سيجما 1 وسيجما 2، وجه عليه سيجما 2 وسيجما 3، وجه الثالث عليه سيجما 3 وسيجما 1. دي الثلاث حالات للاجهادات البرنسبل اللي هي الاجهادات العموديه الرئيسيه اللي ممكن ايه نتعرض لها في حياتنا العمليه، مع ملاحظه ان احنا في التصميم الميكانيكي عاده بتبقى الكيس بتاعتنا هي باي اكسل ستيت اوف ستريس اللي هي الحاله اللي في الوسط اللي هو بيكون عليه فيه سيجما 1 وايه وسيجما 2. هنتكلم دلوقتي على حالات سبيشال لودنج كيسز. السبيشال لودنج كيس دي احنا هنتعرض هنا لست حالات، في حالات كتيرة احنا هنتعرض على ستة منهم. أول حالة وهي اللي لما يكون عندي الإلمنت بتاعي عليه كومبريشن سيجما إكس، الست أوف ستريس بتاعتي دي اللي هي إيه ممثلة بالإيه بالوجه اللي هو قدامنا دون وعليه سيجما إكس كومبريشن. دي معناها إيه؟ معناها إن أنا عندي همثل الوجهين بتوعها عشان أرسم دايرة مور بإيه بنقطتين، النقطة الأولانية ناقص سيجما إكس وصفر اللي هي بتاعت الوجه الرأسي بتاعت الجانب الرأسي من الوجه، الجانب الرأسي من الوجه، وصفر وصفر اللي هو ايه الجانب
الافقي اللي هو السطح الافقي من فوق او من تحت للمعاين اللي قدامي. طب ليه انا قلت صفر وصفر؟ لان ده ما عليهوش نورمال ستريس، فتبقى اول دي اول صفر يبقى صفر، والصفر التاني اللي هو ما عليهوش شير ستريس فعشان كده بقى صفر وصفر. يبقى عندي نقطتين ناقص سيجما اكس وصفر وصفر وصفر. عشان ارسم دايره نور يبقى هرسم دايره نور واوقع عليها النقطتين ناقص سيجما وصفر وصفر والنقطه الثانيه ايه؟ صفر وصفر. اهو النقطه ناقص سيجما وصفر اللي هي النقطه بي ظهرت قدامي دي دلوقتي، ناقص سيجما لان سيجما بالسالب فجه بقت على المحور الافقي على ناحيه الشمال، وصفر يبقى دي النقطه بي، وصفر وصفر هي نقطه الاورجن نقطه ايه. اصبحت ادتني دايره نور بتطلع لي طبعا المفروض ايه النقطتين دول اوصل بينهم ونصف لان على الخط الافقي، فيطلع منتصف الوتر دون واروح راسم الدايره بتاعتي، فدي تطلع لي دايره نور. نلاحظ هنا حاجه وحاجه مهمه جدا 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 جدا. اولا ان نتيجه ان 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 ان, إن الوجه ده كان عليه سيجما اكس بس ما عليهوش شير، فسيجما اكس افراد الاساس هي برنسبل، وطلع قيمتها اللي هي السيجما 2 اللي هي اللي هي ناقص سيجما اللي عند النقطه بي ناقص سيجما اكس، وطبعا سيجما 1 بصفر لان ما مع معلوش ايه اي اجهادات في الايه في الاتجاه التالي. يبقى لما بيكون الاليمنت بتاعي عليه سيجما اكس فقط كستيت اوف ستريس كجنرال ستيت اوف ستريس، فسيجما اكس دي هي نفسها ايه برنسبل ستريس وقيمتها ايه اللي هي هنسميها سيجما 2 عشان كومبريشن، بقت سيجما 2 مش سيجما 1 اهو، دايره نور بتوضح لي هذا الكلام، وقيمتها ايه ناقص سيجما اكس. الحاله الثانيه مثلا هنشوف اهي دي لما بيكون بقى عليها تنشن بس، افتكر العمليه واضحه تنشن بس للاليمنت دون اللي في الحاله 2 ده هيمثل عندي بايه بنقطتين، النقطه بتاعت الجانبين الرئيسيين اللي هم عليهم اللي هو عمودي عليها اتجاه سيجما اكس، الجانبين الرئيسيين دول او الوجه الرئيسي يعني من 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 المعين دون السطح الخط الرئيسي ده هيمثل بايه بسيجما اكس وصفر. ليه سيجما اكس؟ عشان سيجما دي ايه تنشن، والافقي اللي هو الفوقاني او تحديد بصفر صفر زي اللي فوق. طبعا نتوقع ان شكل دايره نور هتيجي ايه؟ هتيجي زي دايره نور اللي فوق ولكن ايه؟ في الاتجاه، يعني كما لو اني خدت دايره نور اللي هي موجوده في الحاله الاولانيه دي لما كان في كومبريشن سيجما اكس كومبريشن ولفتها حطيتها في الربع الاول والربع الايه؟ الرابع زي ما هو واضح كده ايه؟ قدامنا، وبالتالي هيبقى عندي نقطتين ايه وبي، النقطه بي اللي هي سيجما اكس وصفر، والنقطه ايه اللي هي صفر وايه؟ وصفر، وبالتالي هيبقى سيجما واحد عندنا هنا في هذه الحاله هتساوي سيجما بي اللي هتساوي سيجما اكس تساوي يعني الجهاد عند النقطة بي اللي هو سيجما اكس، وسيجما 2 بتساوي ايه؟ صفر. في ملحوظة لازم ناخد بالنا منها، ان لو طبقت المعادلات اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي ان السيجما 1 او السيجما 2 يساوي سيجما اكس، سيجما 1 على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي، سيجما اكس ناقص سيجما 1 على 2 الكل التربيعي زائد دوت تربيع، المعادلة دي لو طبقتها لأي حالة من دول يعني على الحالة الأولانية اللي هي فيها سيجما اكس بناقص سيجما اكس، والحاله الثانيه ان سيجما اكس بسيجما اكس هيبقى سيجما واي بصفر وتاو اكس واي بصفر، هيطلع لي ان سيجما 1 في الحاله الاولى هيطلع لي سيجما 1 بصفر وسيجما 2 بناقص سيجما اكس، والحاله الثانيه هيطلع لي ان سيجما اكس سيجما 1 بسيجما اكس وسيجما 2 بصفر. يعني اذا المعادلات اللي احنا خدناها تنطبق وهي بالظبط تبقى ايه تدي نفس النتائج اللي بتديها لي دايره مور. الحاله الكيس الثالثه او الحاله الثالثه هي الحاله اللي عندي الاليمنت بتاعي او الوجه الاليمنت بتاعي عليه سيجما واي وسيجما اكس فقط لا غير، معلوش شير. هنا ناخد بالنا لا احنا ممكن كده دلوقتي من قبل اي حاجه نقول طالما ان هم سيجما اكس وسيجما واي مفيش شير فالقيم دي قيم برنسبل، واذا كنا احنا فرضين ان سيجما اكس اكبر من سيجما واي معناها ان سيجما 1 لازم تطلع تساوي سيجما اكس وسيجما 2 تطلع تساوي سيجما واي، لان احنا دايما بنقول سيجما 1 دايما اكبر من سيجما 2. طيب في هذه الحاله لو انا نفترض ان انا ما اعتبرتش ما قدرتش اعرف الكلام ده شفهاتا كده معنى كده يعني ما اناش عارف اقول هذا الكلام ما قدرتش استنتجه مباشره كده، طب الحل ان انا ارسم دايره نور. طب ارسم دايره نور ازاي؟ همثل وجه الوجه اللي بيمثله الوجه اللي بيمثله الخطوط الرئيسيه بالنقطه 2 اللي هي سيجما واي وصفر، والوجه الافقي امثله بالنقطه 1 اللي هي سيجما اكس وصفر. يعني سيجما اكس وصفر دي اللي هي النقطة واحد دي تمثل الوجه الأفقي، وسيجما واي وصفر تمثل الوجه الإيه الرأسي، وأبتدي أرسم دايرة نور. هاخد المحاور بتاعتي وأرسم دايرة نور زي ما هو واضح كده قدامي، هبص ألاقي عندي النقطة إيه، النقطة إيه دي اللي عندي فيها عندها سيجما اكس، إحنا قايلين سيجما اكس أكبر من سيجما واي، سيجما اكس وصفر، والنقطة بي سيجما واي وصفر.
لاحظ حاجه ان الفرق بين اي وبي يديني قطر الايه، قطر الدايره، قطر الدايره للفرق، الفرق بين ايه على اساس يعني الفرق على الرسم ان هو الفرق بين الاجهاد عند بي عند ايه ناقص الاجهاد عند بي هيديني قطر الدايره. لاحظ حاجه بقى ان نص قطر الدايره هو التاو ماكسيمم، احنا بنراجع بس اللي احنا قلناه، نص قطر الدايره ده هو الراسي هو ده التاو ماكسيمم اللي هو بيحصل على زاويه ان هو 90 درجه اللي هو الراسي، خط الراسي المماس للنقطه العليا خالص من الدايره. لكن الاثنين اللي هي الزاويه الاثنين اللي هي الزاويه تبقى القايمه دي اللي هي في الحقيقه تبقى كام 90، دي تبقى 2 سيتا، الست بتاعت الكام 45، اللي هو ان احنا دايما بنقول ان الماكسيمم شير بيحصل على زاويه 45 من الاتجاه اللي عليه الايه التحميل العمودي. طيب معنى هذا الكلام ايه؟ معناها ان انا عندي سيجما واحد دلوقتي هي اللي هي قيمه الاجهاد عند النقطه ايه اللي هي سيجما اكس، و سيجما 2 هي قيمه الاجهاد عند النقطه بي اللي هي سيجما واي، مش ناقص سيجما واي، هي سيجما واي، الناقص دي غلط، لا هي سيجما واي. ليه سيجما واي؟ لان سيجما 2 عندي موجبه، معلش انا دي غلطه دي يعني مش مشكله، لكن هي سيجما واي مش ناقص سيجما واي. كويس. طيب الحاله بعد كده ان انا دلوقتي ايه الحاله الرابعه مثلا، لو انا خدت عنصر عليه شير ستريس فقط، دي حاله خاصه جدا 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 لازم ناخد بالنا منها. لما يكون العنصر عليه شير ستريس فقط قدامي حاجه من اثنين، انا بتعامل مع ممكن اتعامل على اساس ان هو عنصر عليه يوني اكسل ستيت اوف ستريس، يعني عليه شير ستريس فقط، وفي هذه الحاله لو كان الشير ستريس ده ناتج نتيجه التاو فانا ممكن اتعامل معاه. لو انا بصمم عنصر يعني اصممه على اساس او اليمنت معين يعني ميكانيكال اليمنت يعني اصممه على اساس ان ايه مثلا اذا كان عليه اذا كان التاو ده نتيجه شير اقول تاو يساوي ام تي في ار ار ايبرال وابتدي اعمل عمليه التصميم. طب لو كان دي الحاله الاولى. طب الحاله الطريق الحاله الثانيه ايه؟ ان انا ابص للعنصر ده كما انه عليه شير وعليه سيجمات بتساوي صفر، فهذا العنصر يعتبر عليه جنرال ستيت اوف ستريس، عايز اجيب البرنسبل ستريس بتاعتها. العمليه بسيطه جدا جدا. هجيب البرنسبل ستريس ازاي؟ هروح جاي امثل الاوجه الافق الوجه الافق الوجه الراسي للوجه او السطح الافقي والسطح الراسي للوجه دون بنقطتين. اول حاجه واحده منهم هتبقى صفر وتاو والثانيه صفر ناقص تاو، دول نقطتين عادي وابتدي اوقعهم. خد بالك لما اجي اوقع النقطتين صفر وتاو صفر ناقص تاو المفروض هيظهر لي دايره، الدايره دي انه المركز بتاعها نقطه اصل زي اللي احنا زي اللي قدامنا دي كده مظبوط، لان صفر وتاو هتديني نقطه لفوق وصفر وناقص تاو دي نقطه لتحت، فتقاطع الدايره دي اول حاجه هيبقى مركزها ونفس السنتر ونص قطرها ونص القطر اللي هي المسافه من المركز من 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 الاورجن لغايه النقطه اللي فوق او النقطه اللي تحت، وهرسم الدايره بتاعتي هيبقى تقاطع الدايره دي مع الخط الافقي اللي هو بتاع السيجما هيديني السيجما 1 والسيجما 2، السيجما 1 موجبه والسيجما 2 ايه؟ هي السيجما السالبه. هتلاقي ان السيجما 1 بتساوي تاو والسيجما 2 بتساوي ايه؟ دلوقتي احنا هنتكلم على الحاله الخامسه وهي حاله بتاعت اليمنت ممثل ب وجه من اوجه الاليمنت بتاعي اللي هو الوجه الازرق اللي قدامنا دون بيأثر عليه إجهاد عمودي سيجما اكس وشير ستريس. الشير ستريس طبعا هيأثر على الوجهين لكن الإجهاد العمودي هيأثر على وجه واحد. الوجه الواحد بيأثر عليه سيجما اكس دون اللي هو الإجهاد العمودي ده هيبقى احداثياته لو همثله بنقطة نقطة واحد هتبقى سيجما اكس وتاو، والوجه العمودي عليه اللي هو الوجه اللي فوق أو الوجه اللي تحت ده هيمثل بإيه؟ بسيجما بصفر وناقص تاو. يبقى أنا دلوقتي عشان أرسم دايرة مور هرسمها بالنقطتين دول. طبعا القيمه سيجما اكس دي استحطت تطلع قيمه برنسبل، ليه؟ لان الوجه عليه شير، واحنا عارفين ان البرنسبل ستريس اللي احنا بنسميها سيجما 1 و2 دول البرنسبل ستريس لا تحدث ولا يمكن الحصول عليها الا اذا كان العنصر بتاعي مع الشير اللي عليه بيساوي صفر زي ما احنا شفنا ايه قبل كده بالمعادلات كمان. طيب هنيجي نرسم ده، هناخد من نقطه الاصل نمشي مسافه سيجما اكس ونطلع تاو، سيجما اكس نطلع على النقطه السوداء اللي قدامنا دي ونطلع تاو، وصفر من الاورجن انزل ايه؟ ناقص تاو، وهوصل بين الاثنين بالخط المنقط دول هتقاطع مع الخط الافقي الممثل للمحور سيجما مع السيجمات في نقطه، النقطه دي هي مركز الدايره، ارسم الدايره دي هتديني نقطه واحد ونقطه اثنين، نلاحظ حاجه ان النقطه واحد اكبر شويه من سيجما اكس ودي هي سيجما واحد. والنقطة بي هتديني قيمة سالبة وهي سيجما 2، وبالتالي سيجما 2 أقل من الصفر لأنها سالبة يعني كومبريشن، والسيجما 1
اكبر من السيجما اكس. طبعا السيجما اكس هي النقطه السوداء والسيجما في جاليه نور وسيجما واحد هي اللي بيمثلها ايه النقطه بي اللي هو تقاطع دايره نور مع المحور الايه الافقي. نوصل للحلقه الاخيره اللي هي الكيس رقم 6 واللي هي عنصر عندي عليه سيجما اكس وعليه تاو بس سيجما اكس هنا كومبريشن. نلاحظ ان لو انا قارنت بين الحاله 6 والحاله 5 العنصر ده والعنصر ده كل الفرق بينهم ايه؟ ان في الحاله 5 كان النورمال ستريس كان تنشن في الحاله 6 كومبريشن. طيب اذا كان في الحاله 5 الرسمه بتاعه اداره نور جت معظمها في الربع الاول والربع الرابع وبالتالي الحاله 6 ممكن اتوقع وانتظر ان تطلع الدايره بتاعت هي بالظبط اللي فوق بس كمان لو اتقلبت لفت 180 درجه بمعنى ان جزء كبير قوي منها يبقى في المربع الثاني والثالث وجزء صغير هو في الربع الاول والثاني. معنى كده ايه؟ ان انا هوصل للحاله اللي هي ايه اللي قدامي دي هي اللي هي قدامي دي هي. افتكر العمليه اصبحت سهله ومعنى كده ان سيجما واحد عندي هنا هو هنا هتبقى اكبر من الصفر بس قيمتها صغيره يعني تنصايل ستريس بس قيمتها صغيره اللي هي من عند النقطه الاورجن لغايه النقطه ايه. وسيجما 2 هتبقى كبيره قوي 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 بس سالبه كومبريشن اللي هي من نقطه الاورجن لغايه النقطه ايه بي اللي هي تقاطع الدايره مع المحورين مع محور السيجما سواء من اليمين يديني سيجما 1 او من الشمال يديني سيجما 2. وكده احنا خلصنا 6 حالات من حالات السبيشال لحالات الايه التحميل. هنشوف مثال كده دلوقتي مثال محلول وهو ان انا لو انا عندي دلوقتي عايز احدد البرنسبل ستريس لحاله جنرال ستيت اوف ستريس فيها سيجما اكس بتساوي 50 نيوتن على المتر سكوير سيجما واي بتساوي ناقص 30 نيوتن على المتر سكوير والتاو بتساوي 30 نيوتن على الملي متر سكوير. معنى كده ايه؟ المعنى كده ان الاسطح بتاعت المعين بتاعتي واحد منهم عليه تنشن 50 والتاني عليه كومبريشن 50 بالاضافه لايه للشير. هنا هستخدم في الاول المعادله فالمعادله بتقول لي ايه ان سيجما 1 2 زي ما باين قدامي كده تساوي سيجما اكس سيجما 1 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص سيجما 1 2 كل تربيع زائد تاو تربيع واحط السيجما اكس بال 50 والسيجما واي بناقص 30 ناخد بالنا سيجما واي بناقص 30 زي ما واضح كده ايه قدامنا. بالحساب البسيط جدا جدا يطلع لي سيجما 1 سيجما 1 او سيجما 2 بتساوي 10 زائد او ناقص 50 10 دي اللي هي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 وال 50 دي اللي هي قيمه الجذر. معنى كده ان سيجما 1 بتساوي 10 زائد 50 اللي هي 60 وسيجما 2 10 ناقص 50 يديني ناقص ايه 40. معنى كده ان انا عندي هنا هو كيس فيها اللي فيها الاجهاد سيجما 1 تنشن وسيجما 2 ايه كومبريشن. اجي ابتدي بعد كده ايه لو انا عايز استخدم نظام مور سيركل طب هعمل ايه؟ اول حاجه هوقع النقطه اللي هي سيجما اكس ب 50 وتاو ب 30 وبعد كده هوقع النقطه اللي هي سيجما واي بناقص 30 وتاو ب 30. بعد كده هوصل بين النقطة الأولانية والنقطة الثانية النقطة اللي بتمثل السيجما إكس والتاو والنقطة اللي بتسمى السيجما واي والتاو هيظهر لي إيه الخط ده هو اللي هو هوصل بينهم النقطتين هتلاقي الخط المنقط ده اللي هيتقاطع مع المحور الأفقي في نقطة هركز فيها وأفتح البرجر بتاعي وأرسم دايرة إيه مور زي اللي إيه واضحة قدامنا. نلاحظ بقى إيه؟ إن نلاحظ هنا حاجة ان السيجما اكس اللي هي من الاورجن للخط الاحمر من الاورجن حتى على ماشي على اليمين لغايه لما يطلع بايه بالمسافه تاو اللي هي الصفراء والسيجما واي اللي هي الحته الزرقاء اللي على الشمال الاورجن لغايه الخط الراسي اللي هو بتاع التاو اللي هي عشان احدد النقطتين اللي برسم منهم دايره نور بالشكل ده. بكده ابقى انا وصلت الى ان قيمه سيجما 1 وسيجما 2 هم اللي واضحين زي ما ايه اللوحه اللي قدامنا دي كده ايه بتظهر والتاو ماكسيمم هتلاقيها هي نص القطر الراسي اللي هو بيمثل النقطه اللي فوق وتاو ماكسيمم هجيبها من العلاقه ايه اللي هي سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2 اللي هي تساوي هتطلع ب 50 زي ما هو واضح ايه قدامنا. دلوقتي هنتعرض لموضوع مهم جدا 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 وهو العلاقه بين عمليه التصميم الديزاين بروسيس والستريس اناليسيس لان احنا عارفين ان الستريس اناليسيس بتستخدم كوسيله اساسيه وقاعده بنبني عليها العمليه التصميميه لان على اساس العمليه التصميميه بتتكون من حاجتين اللي هي عمليه كالكوليشن يعني حسابات وكونستراكشن. الكالكوليشن بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق الشكل قدامنا ده
ان انا عندي بقدر اوفق بي لازم اوفق بين ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ اللي هما احمال للودز اف مثلا، وابعاد الجزء يعني الاحمال يعني عشان اصمم جزء تصميمه يتوقف على ثلاث حاجات رئيسيه: ابعاد الجزء والاحمال اللي عليه ونوع الخامة بتاعته، اللي هي يعني احنا ممكن نقربها بالمعادله اللي هي سيجما تساوي اف على ايه. سيجما دي اللي هي الماتيريال بروبرتي، اللي هي الخاصيه يعني اللي هو ايه، اللي هي الخامه بتاعتها دي تقدر تستحمل قد ايه، اللي احنا عاده في التصميم بنحط مكانها سيجما الاوبل اللي هو الستريس، واف اللي هي الحمل المؤثر، وايه اللي هو الاريا. في العمليه التصميميه لازم يكون عندي من الثلاثه دول، اللي هو من السيجما والاف والاي، لازم يكون عندي اتنين معلومين والثالث انا من الحسابات بجيبه. يعني مثلا ممكن يبقى عايز اصمم جزء من خامه مثلا وليكن ستيل، بيبقى عندي سيجما هيشيل حمل كذا طن 500 كيلو اي حاجه، فيبقى عندي الاف، ومن المعادله اقدر اجيب الاي اللي هو المساحه المقطع بتاع هذا الجزء، او يكون عندي مقطع جزء مقطعه كذا، مقطعه اي حاجه 100 ملي مربع 200 ملي مربع وبيشيل حمل كذا، طب استخدم له خامه ايه؟ فاقسم الحمل على الاريا يديني قيمه معينه، اختار خامه اللي لو السيستم لازم يكون يساوي هذا القيمه اللي اف على دي او اكبر ايه منها، وهكذا. دي هي العمليه التصميميه. وبالتالي العمليه التصميميه عمليه توافق بين الثلاث حاجات دول، اللي هو الدايمنشنز واللود والماتيريال بروبرتي. وبالتالي في عمليه الحسابات هي بتبقى حاجه من اثنين. عمليه الحسابات في الواقع بتبقى ايه؟ اللي احنا اتفقنا ان عمليه التصميم هي حسابات ثم كونستراكشن. طب دلوقتي نتكلم على الحسابات دلوقتي، اللي هو ايه يهمنا دلوقتي في الاستيس كونسنتريشن، في اسف في تحليل الاجابات في الاستيس اناليسيس. انا بيبقى عندي حاله من اثنين، اما ان الاحمال اللي عندي احمال يوني اكسيال، يعني الاليمنت اللي طلعته ده، وهنشوف ازاي نطلع الاليمنت دوت، الاليمنت اللي طلعته ده عليه حمل واحد اما نورمال او شير زي الحاله اللي قدامي، فممكن اصممه باي من المعادلات الثلاثه اللي قدامي دول. يعني مثلا لو كان الجزء عليه تنشن او كومبريشن فقط لا غير، فانا ممكن اصممه بمعادله النوت بتاعت نورمال سيجما تساوي اف على ايه. طب لو كان عليه بيندنج فقط فهسميه معادله بسيجما تساوي ام بيندنج في واي على اي. لو كان عليه تورشن فهسميه معادله ام تي في ار على اي بول. لو عليه نورمال ستريس اف على ايه ونورمال ستريس ام بيندنج في واي على اي، ممكن اجمعهم على بعض واصمم برضو بايه؟ بالمعادله اللي هي اف على ايه زائد ام في واي على اي. لكن لو عليه اي من السيجما نورمال او السيجما بيندنج مع التاو، لا هنا ما ينفعش. ابتدي اخش بقى على الايه؟ على الاحتمال الثاني، وهو احتمال ان انا ايه؟ اصمم عن طريق الايه؟ اعتبر الحاله بتاعته تبقى ايه؟ باي اكسس زي اللي واضح قدامي، خد بالك مكتوب 2 فور يوني اكسس، لا هي دي غلط، هنا 2 فور باي اكسس سيسوسيس، دي غلطه، لا يوني اكسل دي لا هي باي اكسل. ففي هذه الحاله لو انا الحاله عندي باي اكسل، يعني باي اكسل يعني عليها نورمال ستريس وعليها شير نتيجه التاو مثلا، ونورمال ستريس نتيجه السيجما بي على اف على ايه، او اف على ايه زائد ام في على اي، او ام في على اي بس، يعني اما دي او دي او الاثنين مع بعض بالنسبه للنورمال ستريس. وبالنسبه للشير هيكون عليه ايه؟ الام الام تي في ار على اي بول اللي هو الشير. طيب لو هو عليه شير تاو، اللي استخدم المعادله بقى ايه؟ سيجما 1 2، هسيب سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد ناقص الجزء التربيع، سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كل تربيع زائد تاو تربيع. في الحاله بتاعتي لو انا عليه سيجما نورمال وسيجما بيندنج والاثنين مع بعض، خد بالك ان المجموع الاثنين دول هيديني سيجما اكس، مش يديني سيجما اكس وسيجما واي، لا يديني سيجما اكس، لان سيجما اكس وسيجما واي بيأثروا في مستويين متعامدين من الاليمنت. لكن الحاله العاديه اللي هي بيكون عليه مومنت، ده يبقى المومنت ده بيتجمع على الان ويديني السيجما اكس، وبالتالي في المعادله سيجما بند سيجما 1 2 تساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد او ناقص الجاز ده، هو نحط فيها الواي بصفر واحط فيها سيجما اكس بالسيجما ان زائد السيجما بندنج الاثنين مع بعض، واحط التاو بتاو اكس واي، وفي هذه الحاله اقدر اجيب السيجما. وبالتالي بعد ما بجيب السيجما 1 والسيجما 2 ببتدي استخدم نظريه من نظريات الانهيار، زي ما الكلام ده احنا ايه هنشرحه بعد كده. لكن احنا لحد دلوقتي نعرف ان احنا يبقى عندنا في حالات يوني اكسيال وحالات اسمها باي اكسيال. في حال يوني اكسيال دي عمليه سهله من المعادلات البسيطه بتاعت السيجما ان او السيجما بينج او التاو بنحلها، والمعادلات الباي اكسيال لازم اجيب السيجما 1 والسيجما 2 ثم استخدم نظريه من نظريات الفيلر، زي ما احنا هنقول ايه، زي ما الكلام ده هنشرحه ايه بعد كده.
وبالتالي انا عشان اعمل العمليه التصميميه فانا بقوم بمجموعه من الخطوات. اول حاجه بعتبر الجزء بتاعي ده كما انه مساله استراكشر، اذا كان عمود يبقى سيمبل بيم، اذا كان كرسي يبقى سبورت، يعني اذا بحوله الى مساله استراكشر بسيطه. مساله الاستراكشر البسيطه دي بتبتدي بان انا بعمل السوليد دياجرام، واجيب لي السوليد دياجرام ده اجيب له اول حاجه ايه الرياكشنز بتاعتي نتيجه الاحمال الخارجيه. ما هو السوليد دياجرام هيبقى عندي اليمنت عليه احمال خارجيه، اجيب الرياكشنز اللي تعمل لي اتزان علشان يبقى الجزء بتاعي اندر اتزان. طب ازاي اجيب الرياكشنز دي؟ طبعا اجيبها من المعادلات اللي احنا عارفينها البسيطه جدا جدا جدا، لو معادلات الاتزان اللي هي سيجما اكس، سيجما فورس في اتجاه اكس يساوي صفر، وسيجما فورس في اتجاه العمود عليه اتجاه واي يساوي صفر، وسيجما العزوم مومنتس اباوت اني بوينت على عند اي نقطه بيساوي ايه صفر. ودي احقق اول حاجه ان انا اجيب الايه الرياكشنز. بعد ما اجيب الرياكشنز برسم ما يسمى باللود ديستريبيوشن دايجرامز. ايه اللود ديستريبيوشن دايجرامز؟ اللي هي اللي احنا كنا في الاستراكشر بنقول عليها ايه، البندنج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام والنورمال فورس دايجرام والتورك دايجرام. طيب ايه فايده ان ارسم اللود ديستريبيوشن دايجرام؟ اللود ديستريبيوشن دايجرام بيحدد لي قيمه الاحمال اللي هي الخط نمبر 2 دي اللي قدامنا، بيحمل لي قيمه الاحمال المؤثره عند كل سيكشن من السيكشنز اللي بتكونها، عند كروس سيكشن، كل كروس سيكشن من الكروس سيكشنز اللي بتكون لي الاليمنت بتاعي، وبالتالي بيبقى عندي كل الاليمنت بتاعي عند اي سيكشن ممكن اعرف الاحمال اللي عنده قد ايه مع بعضها، عنده قد ايه نورمال، معاها قد ايه شير فورس، معاها قد ايه نورمال فورس، معاها قد ايه تورك. الخطوه اللي بعد كده اشوف من اللود ديستريبيوشن دايجرام ده اشوف المكان او السيكشن اللي فيه الاحمال بتاعتي ايه كريتيكال. يعني ايه سيكشن الكريتيكال؟ يعني ايه سيكشن الكريتيكال؟ اللي هو السيكشن اللي عليه اقصى احمال، وده مهم جدا جدا جدا. السيكشن ده هو اللي اروح مطلعه بره، اذا كان مثلا المقطع بتاعي دائري اطلعه بره كما لو انه ايه اليمنت خارجي، اطلع الكروس سيكشن بره وابتدي اعمل عليه بقى ايه حاجه ثانيه، ارسم الستريس ديستريبيوشن عليه. اذا بعد ما انا عملت اللود ديستريبيوشن وطلعت منه السكشن اللي هو عليه اقصى احمال اللي هسميه كريتيكال سكشن، ارسم على هذا الكريتيكال سكشن ما يسمى بالستريس ديستريبيوشن. الستريس ديستريبيوشن ده بيحدد لي الاجهادات المتولده عند كل نقطه من النقاط التي يتكون منها السكشن. يبقى اذا كانت اللود ديستريبيوشن بيحدد لي الاحمال وليس الاجهادات، الاحمال عند كل سكشن ومنه بطلع الكريتيكال سكشن، باجي على الكريتيكال سيكشن ارسم الستريس ديستريبيوشن اللي هو توزيع الاجهادات. من توزيع الاجهادات اللي هو توزيع الاجهاد ده بيحدد لي الاجهاد عند كل نقطه زي ما اقول اهو، بحدد منه النقطه اللي عليها اقصى اجهادات، وبالتالي النقطه اللي عليها اقصى اجهادات دي تبقى دي نقطه عليها مجهده، اكتر نقطه مجهده على هذا السيكشن، وهذا السيكشن اكتر سيكشن عليه احمال على الاليمنت كله. يبقى اذا النقطه دي لو انا صممت على اساسها هيبقى التصميم بتاعي سيف. اذا بعد كده اخد النقطه دي بسميها الكريتيكال بوينت واطلعها بره اللي هي بنحطها كمربع بنقول عليها الاليمنت، بتلزم الاليمنت دوت، ونحط عليها الاحمال اللي عليها، الاحمال اللي عليها نتيجه الاجهادات اللي عليها نتيجه الاحمال اللي عليها، ومن هنا يبقى عندي الاليمنت بتاعي اللي انا اشتغل عليه واحدد قيمه وابتدي ايه اصممه. مثال تاني هنتعرض له وهو مثال بتاع عمود عليه طاره ده فيها شد على زاوية 45 درجة، والطارة دي قطرها 750 ملي، بالإضافة لكده ترس قطره 280، والقوة اللي عليه قوة إيه؟ رأسية. يبقى إذا إحنا عشان نحل هذه المسألة عشان نصمم هذا العمود، أول حاجة لازم نجيب الرياكشنز اللي هي ردود الفعل عند إيه وعند بي. عشان نجيب ردود الفعل عند إيه وعند بي لازم نعمل زي ما باين قدام دلوقتي كده، نعمل عملية تحليل للقوة العمودية القوة المائلة بتاعت البولي اللي موجوده في الايه في الشد بتاع السير. طيب بعد كده هنبص نلاقي يبقى عندنا عمودين، العمود الاولاني اللي هو الفيرتيكال عشان نطلع منه الفيرتيكال رياكشنز ار اي وار بي زي ما هو واضح قدامنا كده، ومن الحسابات بقدر اعرف ان الار اي هنا عندي بيساوي 1844 والار بي 1176، مع الاخذ في الاعتبار ان 2120 ده المركبه بتاعت البولي تنشن، وال 900 دي الجير لود. بعد كده في الهوريزونتال بوزيشن كمان اجيب الايه الاتش اي والاتش بي،
وبالتالي انا اصبح عندي ممكن ارسم دي ما يسمى بايه باللود دايجرامز اللي هي اللي قدامنا دي كده. ده مثال بس عشان نوضح ازاي احنا بنشتغل يعني. اللود دايجرامز اهي وباين هنا توزيع البن الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام والتورك دايجرام. ولو كان في نورمال فورس كنا هنعمل كمان ايه نورمال فورس دايجرامز. بعد ما بجيب النورمال فورس دايجرامز بحدد الكريتيكال سيكشن اللي هو السيكشن سي اللي هو عند الحمل سي زي ما هو مكتوب هنا ايه قدامنا. وده عليه شير فورس وعليه بندنج مومنت وعليه تورك. وبعد كده ابتدي احسب اعمل الشافت ايه ديزاين عن طريق ان انا بجيب الايكوفالنت مومنت على اساس ان في مومنت في الاتجاه اكس في مومنت في الهوريزونتال بلين وفي الفيرتيكال بلين بجمعهم تحت الجذر يبقى عندي مومنت واحد. ونفس الكلام واروح جايب التاو من الشير ستريس. وبعد كده هو اجيب كمان ايه اصبح عندي العمود عليه تورك وعليه مومنت وعليه مومنت في اتجاهين. المومنت في اتجاهين دول انا ايه هستخدمه ممكن احطهم تحت الجذر وزي ما قلنا واستخدمهم كمومنت واحد. واصبح دلوقتي ممكن استخدم نظريه الماكسيمم شير او الماكسيمم برينسيبل ستريس ايه ثيوري. ده الوضع اللي احنا ايه ممكن نتعرض. وبكده يبقى احنا هنا فكره قلنا فكره كامله عن عمليه ازاي نحسب البرينسيبل ستريسز وعلاقتها بالتصميم الميكانيكي او ازاي بستخدمها في ايه في التصميم الميكانيكي في الكالكوليشنز.